السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم، والنهاردة العنوان لا تنسوا قراءتها عند كل ليلة قبل النوم. هذا هو العنوان. هو إيه اللي حافظ عليه وما نساهوش قبل النوم؟ إذا أويت إلى فراشك فينبغي عليك أن تقرأ آية معينة حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه هي الآية دي؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: آية واحدة تقرأها تحميك ولا يزال عليك من الله حافظ. طبعا ده حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. لو استأجرت أكبر الحراس وأكثر الحراس على أن يقويك من الشيطان ما استطاعوا. طبعا هو بيشرح حديث النبي، هنقوله دلوقتي. لكن آية الكرسي إذا قرأتها في كل ليلة مؤمنا بما جاءت به السنة فإنها ستحميك. ده كان تعليق الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. زي ما الإمام ابن عثيمين علق على الآية، علق على الحديث في هذه الآية. هناك من العلماء من قال أن الله تبارك وتعالى ينزل عليك ملك من الملائكة يحرسك، ومعه سيفا صلطا، إذا اقترب منك الشيطان دفعه بهذا السيف. فحافظوا على قراءة هذه الآية قبل النوم في كل ليلة. تظلون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.